ايه رايك يا استاذ مجدي؟ بالتوفيق طبعا يا استاذ فؤاد، يعني دي حاجه تفرحنا كلنا، احنا كلنا بنثق فيك وبنحترمك، وحضرتك واجهه مشرفه وخير من يمثلنا يعني. بس حضرتك قدمت ورق ترشيحك ولا لسه؟ بكره ان شاء الله، وطبعا انا منتظر دعمك انت والاخوه الزملاء وكمان ولادنا التلاميذ في المدرسه. اكيد طبعا يا استاذ فؤاد، اكيد كلنا نقف جنب حضرتك وانا ادعمك كمان. بس معلش، حضرتك تقصد ايه بدعم ولادنا؟ يعني توزيع اوراق الدعايه الانتخابيه في المؤتمرات اللي هعملها، اظن الولاد لو عملوها هيبقى شكلهم حلو ويشرح القلب. والله يا استاذ فؤاد، هما من ناحيه شكلهم يفرح ويشرح القلب، فهم اطفال شكلهم على طول يشرح ويفرح القلب. بس معلش انا هستاذنك في حاجه، يا ريت نخرج الاطفال مواضيع الانتخابات والصراعات السياسيه، ده يعتبر استغلال ليهم، وكمان ممكن يعرضهم لمواقف خطيره جدا من المنافسين بتوع حضرتك. معلش انا مش هقدر اكون مع حضرتك لو ده حصل، لانه يعتبر ضد الدين وضد القانون كمان. عندك حق يا مجدي، فعلا معلش الحماسه خدتني اشوف الموضوع من وجهه نظر واحده بس، وادينا كلنا عيله واحده. عندك حق فعلا، عشان كده انا بثق فيك وبحترمك. والله يا استاذ فؤاد انا اللي بحترم حضرتك وبثق فيك جدا، وصدقني ده مش احساسي لوحدي، ده احساس كل الناس اللي حواليا، كل الناس بتحترمك وبتثق فيك، واكيد اكيد هيبقوا شايفين انك افضل من يمثلهم، وانا متوقع لحضرتك انك تكسب وباكتساح. شكرا على ثقتك ودعمك، انا متشكر جدا يا استاذ مجدي، وان شاء الله ربنا يقدم اللي فيه الخير ان شاء الله. وفؤاد النظر يليقك في ايه؟ لما مؤاخذه يا عم بيه، ده كبيره في الحياه ياخد صوته وصوت المدرسين اللي عنده. يا باشا يا باشا، حط في بطنك بطيخه صيفي، انت هتكسب الانتخابات دي وباكتساح. لا يا ايمن، انت كده تبقى مش شايف حواليك وقافل مخك كمان. ليه بتقولي الكلام ده يا عم بيه؟ عشان كان لازم تفهم من نفسك ان فؤاد ده اخطر واحد عليا في الانتخابات، وانه معروف في كل الدايره بحكم انه منظم المدرسه، واغلب الناس هنا عندهم واد ولا بنت في مدرسته، وانا عرفت كمان انه محبوب من الناس وسمعته كويسه. خلاص نخلي سمعته مش كويسه، ولا اقول لك نخلي الناس كلها تشوف ان الولاد والبنات عنده في المدرسه كاهينه ومش حابينه يبقى عضو مجلس، وحابينك انت. هم الولاد والبنات اللي هينتخبوا يا ايمن؟ لا يا باشا لا مؤاخذه، الناس لما تشوف الولاد والبنات عنده في المدرسه مش حابينه، ساعتها صوته هتتغير قدام الناس، واللي بيفكر ينزل يرشحه هيبدله ويرشحك انت يا عم بيه. طب وانت هتعمل الحكايه دي ازاي؟ سيبنا يا باشا بقى، انا خطط وتكتك ونفذ، وانت كل اللي عليك تتفرج. اقوم الناظر، اقوم دكتور عامل بيه، هو الكسبان 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 هو الكسبان. شفت يا استاذ مجدي المهزله اللي بتحصل بره المدرسه؟ شفت يا استاذ فؤاد، للاسف عامر كرم بيستغل تلاميذ مدرستي في الدعايه الانتخابيه ليه؟ عايز يفهم اهل المنطقه انهم بيكرهوني وانهم مش عايزيني ابقى لاعب المنطقه. انا خايف اللي بيحصل ده ياثر على سير الانتخابات لصالحه. انا وعدك اني هعرف ازاي ده حصل، ومش هسمح لاي حد تاني انه يستخدم تلاميذ او تلميذات المدرسه في اي صراع سياسي. اه باش، ما قلتليش رايك في اللي حصل. حلو قوي كمان، بس عملتها ازاي دي؟ مفيش يا باش، جبت كام واحد من اللي شغالين عندنا في بونا جراشات العمارات على مخازن الحديد والاسمنت، وليهم عيال في المدرسه يعملوا اللي سعادتك شفته ده. لا جدع يا ايمن، مش عايز تعرف محسوبك محضر ايه لفؤاد النظر تاني؟ ايه؟ اشجيني، قولي وفرحني. انا هخلي فؤاد ده ما يقدرش يرفع عينه في عين حد من الناس تاني، لما الناس تشوف انه ضعيف ومش قادر يسيطر على مدرسته وان حياه ولادهم في خطر، ساعتها هيفكروا. طب ده ازاي هيجيب حقوقهم في المجلس؟ هتعمل ده ازاي؟ لما اعمل يا باشا وانفذ هبقول لك ازاي. على فكره يا ايمن، انا شايف ان زياد منصور كمان بقى خطر عليا في الانتخابات وشعبيته بتزيد، وعاوزين نعمل معاه حاجه هو كمان. ولا هنعمل معاه اي حاجه. عيله فواز لا مؤاخذه مش هتخليه ياخد صوت واحد، ما انت عارف يا باشا بينهم طار قديم ومشاكل ما بتخلص. عندك حق، بس ده ما يمنعش برضه انك تنفخ في النار شويه
وماله ننفخ في النار ونشعللها. زياد منصور هو المنصور. زياد منصور هو المنصور. زياد منصور ابن بلدنا ولا غيره. شكرا شكرا شكرا. زياد منصور ابن بلدنا ولا غيره يحل مشاكلنا. احنا معاك يا ابن الاصول. احنا معاك يا ابن الاصول. نائب غيرك مش عايزين. نائب غيرك مش عايزين. احنا معاك يا ابن الاصول. احنا معاك يا ابن الاصول. نائب غيرك مش عايزين. نائب غيرك مش عايزين. احنا معاك يا ابن الاصول. احنا معاك يا ابن الوصول. نائب غيرك مش عايزين. نائب غيرك مش عايزين. عايزكم يا عيال ما تخليش حد في جوه يطلع سليم، وتقدموا عيلة منصور وتعرفوهم ان ازعر عيل في عيلة فواز ممكن يسيح دم الكبير فيهم. هيحصل عم فتوح. يلا يا عيال. انت اللي مش شايف، مش تفتح حاله وانت ماشي قدامك. انت اللي ماشي مش شايف قدامك. طب لمي نفسك بدل ما لمك. طب غور بقى بدل ما سايح دمك. شوف مين هيسايح دم التاني. برافو عليك يا ايمن، برافو بجد. بس عملتها ازاي دي؟ جبت كم واحد من اللي شغالين عندنا وليهم عيال في المدرسه، واتفقت معاهم يعملوا الخناقه بالمنظر ده ودفعت لهم. اوعى تكون يا ايمن مش مالي ايدك منهم، لحسن يبلغوا عنك ويعملوا لنا مصيبه. عيب يا كبير، ولا حد فيهم يستاجر يفتح بقه. اظن كده اللي اسمه فؤاد ده شعبيته بقت في الارض. ولو ما خدهاش من قصرها وانسحب من الانتخابات وغلاوته، ده يشوف اللي اسود من كده. أنا متأكد يا مجد إن اللي حصل ده الهدف منه تشويه صورتي كناظر المدرسة في الانتخابات. وأنا كمان متأكد. أنا خلاص خلاص بلاها انتخابات، أنا هنسحب بالانتخابات دي أحسن أي حد تاني يعمل أي حاجة تضرني بسبب التلاميذ. لا 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 لا، أنا مش معاك في القرار ده خالص حضرة الناظر، لأن بكده يبقى اللي استخدم الإجرام والعنف واستخدم فيه الأطفال حقق اللي هو عاوزه، أنا لازم نقف له ونتصدى له. أعمل إيه أعمل إيه بس يا مجدي؟ أنا هقول لك. حضرتك مش هتعمل اي حاجه غير انك تستمر في ترشحك، والشرطه بقى هي اللي تقوم بالباقي. وبالمناسبه الرائد حسام بلغني ان الموضوع وصل لاعلى المستويات بعد تدخل لجنه حمايه الطفل والبلاغ اللي جالها من خط نجده الطفل، وقال لي ان هم بقوا مهتمين جدا ان هم يقبضوا على المحرضين المتورطين في المصيبه دي. شفت اللي حصل في المؤتمر الانتخابي بتاع زياد منصور؟ شفت يا استاذ فؤاد، وعرفت انه في اطفال كتير جدا اتصابت وحالتها خطيره في المستشفى، بس الرائد حسام بلغني ان هم قبضوا على محرضين كتير ومن ضمنهم اهالي الاولاد دول. انا مش عارف ايه بس الاباء دي اللي بتضحي باولادها عشان الانتخابات. جهل. جهل يا استاذ فؤاد وتخلف وعدم تحمل اي مسؤوليه. واستطاع علي مبارك ان يتعلم اللغه الفرنسيه وكان من الطلبه المتميزين جدا، لدرجة أثارت انتباه كل القادة العسكريين الفرنسيين المسؤولين عن تعليم وتدريب أعضاء هذه البعثة. فضل، مالك يا فضل؟ أنت بتعمل إيه ومش مركز في اللي بقوله ليه؟ أنا آسف يا أستاذ مجدي، بس صفنت شوي. وإيه اللي أنت رسمه في كشكولك ده؟ أخي إياد الكبير. ورسمه وهو واقع ليه كده؟ لأنه آخر مرة شفته فيها كان هيك. ليه؟ لأنه مات وكان عم ينزف بالأرض. مات إزاي؟ لما بلشت الحرب وأخي إياد ترك المدرسة راح الجيش ومات بالحرب. الله يرحمه.
أنا عارف إنه موقف صعب عليك جداً يا فضلة، بس ممكن أعرف إيه اللي فكرك بالموقف بتاع أخوك ده وإنت في وسطنا هنا؟ تذكرت لما شفت رفيقنا واقع بالأرض وعم ينزف دم وإجت الإسعاف وأخدته. لازم تعرفوا يا أولاد ويا بنات إنه استخدام الأطفال في أي حروب سياسية وأي صراعات وتعاملهم مع أي أسلحة ده غلط كبير ولازم ترفضوه، لأنه ضد الدين وضد القانون كمان. وبعدين يا أيمن، أنا شايف اللي اسمه فؤاد ده شعبته زي ما هي ويمكن زادت كمان، وكل اللي حصل ده مفرقش معاه في حاجة. يبقى ما بدهاش بقى، نديله الضربة القاضية. تطلع ايه بقى الضربة القاضية دي؟ ضربة هتخلي فؤاد ما ياخدش الا صوته بس في الانتخابات، ده لو خرج اصلا وعرف يحط صوته. ضربة هتخلي ترشيحه يتلغي. ازاي؟ المدرسة عاملة رحلة للعيال يوم الخميس الجاي. ودي فيها ايه دي؟ هي ما فيهاش، بس احنا ممكن نخلي فيها حاجات كتيرة قوي. تصور كده معايا لو شوية عيال رجعوا جثث او سايحين في دمهم ومايمين في المستشفى بين الحياة والموت. ده كان اهاليهم ولعوا في المدرسة وفؤاد كمان. ولو اهاليهم قالوا قضاء وقضاء، البوليس لا، البوليس لازم يقبض على فؤاد عشان نظر المدرسة والمسؤول عن العيال، واحتمال يتحبس واحتمال ترشيحه يتلغي. ده انت شيطان. تلميذك يا باشا. عرفتوا بقى يا جماعه عامر ده كان عايز يعمل ايه في ولادكم؟ لمجرد انه عايز يكسب الانتخابات كان هيعرض اولادكم للموت، لولا انه صابر سمع الكلام وراح قال للرائد حسام، وحسام قبض على اللي اسمه ايمن ده وهو بيتفق مع سواق العربيه النقل اللي كانت هتخبط الاتوبيس اللي فيه التلاميذ. عيالكم دول ايمن وعامر دول طلعوا قبلسه، حد برضه يعمل كده في عيال صغيره عشان خاطر يكسب في انتخابات؟ للاسف في ناس منكم بتعمل كده. الكلام اللي انت بتقوله ده يا استاذ مجدي هي دي الحقيقه. مش في ناس منكم بتستخدم اطفالها في خناقات بتحصل ما بين عيلتها وعيله تانية؟ ده غير قضايا الطار اللي ما بتفرقش ما بين كبير ولا صغير. الممارسات دي يا جماعه أكيد هتعرض حياة أولادكم للخطر ويمكن للموت كمان. مش معقول برضو إنه الأطفال يبقوا ماشيين في الشارع ماسكين أسلحة وزخيرة وسنج ويدخلوا في نزاعات مش المفروض أبداً يكونوا جزء منها. لازم تعرفوا إن اللي بيعمل كده بيخالف ضميره ودينه، وبدل ما يبقى فيه محبة وتسامح نلاقي العكس هو اللي بيحصل. طب صح والله يا أستاذ مجد، أنا كنت في مرة في الجامع وسمعت الشيخ وهو بيقول إن الناس اللي بيستخدموا عيالهم في الخناقات وفي الطار وفي الحاجات ده إيه كده بيعملوا حاجات مخالفة للدين، وأنا سمعت أبونا في الكنيسة بيقول نفس المعنى. يا جماعة لازم تعرفهم إن القانون بيعاقب على ده، وإنه أولياء الأمور اللي بيشتركوا في الجريمة دي أكيد هيتعاقبوا ويتحاسبوا على ده. في يوم وليلة نسمع إن شوية من كانوا لسه أطفال بقوا يا إما مطاريد أو إرهابيين. أنا ورايح، إحنا لازم نبطل نورط عيالنا في أي خناقة ومشكلة تحصل ما بيننا، ولا هنخلي حد يستغل عيالنا في انتخابات أو غيره. دوروا بقى على شوية الناس اللي لسه دماغهم مش عايزة تفهم ولا لهم بتحس منهم لله، وكفاية بقى لغاية كده. لازم نخاف على عيالنا يا جماعة، عيالنا هم المستقبل. ما هو تأثير استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة؟ هو الضرر على الطفل بيبقى كبير جداً وممكن يقعد سنين عبال ما يبان. أولاً في حاجتين هنا بتحصل، يا إما الطفل بيتكيف مع الوضع ده ويعجبه إن هو بيروح يحرق ويضرب ويعمل وكل الحاجات دي، وده أثره سيء جداً، يمكن أسوأ حتى لو ما تكيفش، لأن هو بيعجبه القوة، بتعجبه العدوانية، فبيشوف إن الحل دايماً هو إن أنا أستخدم الدراع، الحل دايماً هو العنف، أنا أقدر أعمل أي حاجة أنا عايزها. فأنت بتخلق يا بلطجي يا متطرف، واحد بيستخدم العنف لحل لأي مشكلة، اللي هو يعني أسوأ حل ممكن نلجأ له دايما. الحاجة التانية بقى أن الطفل ما تكيفش، أنت بتدخله في تجربة فيها عنف، فيها مثلا أوقات حرق، فيها قتل، أن أنا أكبر طفل لازم تروح تاخد بطار أبوك والحاجات دي، وعيلة مين مش عارف عاملة إيه مع عيلة مين، فطبعا خبرة قاسية جدا على طفل
صغير حتى لو مراهق برضو الحاجات دي في منتهى القسوة. طفل على المدى القصير بيحصل له كوابيس وبيحصل له اضطرابات كبيرة جدا في الأكل وبيحصل له مشاكل في التوافق كبيرة جدا وأوقات بيحصل له مشاكل اجتماعية. على المدى الطويل بقى بيفقد شعوره بالأمان لأن تعرض لخبرة قاسية جدا جدا في سن صغير، فالأمان النفسي عنده راح، بيفقد حتى الثقة في الآخرين، بيفقد الثقة في نفسه. أنت عرضته الخبرة هو ما يقدرش يشيلها، شيلته شيلة مش شيلته، استغليته استغلال متعب جدا على الأعصاب، بيحصل صدمات نفسية وبيحصل تبعاتها. مثلا من الحاجات المشهورة عن الأعراض السايكوسوماتية اللي هي النفس جسمية، فيبتدي يطلع أعراض جسدية ومشاكل جسدية ملهاش أي أسباب عضوية، كلها هو جسمه عايز يصرخ مش عارف يصرخ، المجتمع كله بيطلب منه حاجة وبقية العيال بيعملوها بس هو مش قادر يعملها. ففي الحالتين سواء عجبه اللي هو بيعمله أو عجبه هذا النوع أو ما عجبهوش بتحصل أضرار كبيرة جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الإسلام بينظر إلى الطفل على أنه مشروع رجل سوف يتحمل المسؤولية في المستقبل وسوف يكمل الرسالة التي بدأتها الأجيال السابقة، وبالتالي كفل له الجو المناسب الذي يكون به رجلا قويا صالحا وسويا من الناحية النفسية ومن الناحية البدنية. ومما لا شك فيه أن النزاعات المسلحة بتؤثر أول ما تؤثر على الجانب النفسي وخاصة جانب الأمن في حياة الطفل، حيث ينتشر الدمار والقتل والاعتداءات على المشروعات المدنية وعلى الأماكن المحيطة بالأطفال، وبالتالي ده بيسبب له نوع من الفزع ونوع من الخوف. وكان الهدف الأساسي للإسلام في هذه المسألة أن يحقق للطفل الجو الآمن من خلال الضمانات التي تكفل له الأمن والطمأنينة أثناء الحرب أو أثناء قيام المعارك الحربية بين المتقاتلين. الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم مما جاء في ذلك في سنته الصحيحة أنه كان دائما يدعو الذين يتقاتلون أو الذين يخرجون للدفاع عن بلادهم وعن أرضهم، يدعوهم ألا يقتلوا الأطفال أو النساء أو الشيوخ أو الرهبان أو العباد أو حتى لا يتعرضوا حتى للمشروعات المدنية كالمزارع وكالمباني وغيرها. وكان الهدف من عدم الاعتداء على الأطفال أثناء الحروب أن يكفل للطفل الحماية الملائمة التي يعني تخفف عنه عناء هذه الحرب وتذهب عنه جو الفزع التي تخلقه الحروب في قلوب الأطفال. وكان ده منهج واضح للإسلام أن الطفل يجب أن يكون بمنأى عن النزاع وبمنأى عن حمل السلاح وبمنأى عن أن يزج به حتى في الأعمال التي يمكن أن تكون متصلة بالقتال بطريق غير مباشر زي نقل الرسائل أو نقل الأمتعة أو الطعام أو الأخبار أو غير ذلك من الوسائل التي لا تستغني عنها الحكومة. هل هناك أي نصوص في المسيحية تجيز استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة؟ لا، على العكس تماما. إحنا الكتاب المقدس من بداية الخليقة بيؤكد أنه ربنا بيرفض العنف تماما ما بين الكبار مش بس ما بين الأطفال، زي القصة اللي احنا عارفينها عن هابيل وقايين، لما قايين قتل أخو هابيل فجاء ربنا حاسبه وكلمه. في أيضا قصة عن داود النبي لما كان لسه ولد صغير، بتفيد أنه الديانة المسيحية ترفض الحروب أولا، ترفض الصراعات، وتدين الزج بالضعفاء وبالأخص الأطفال، بتدينهم ان هم احنا ندخلهم في هذه الحروب او هذه المشاكل. في سفر صموئيل الاول لما ياسا البيت لحمي بعت ابنه للحرب، بعت ابنه الكبار وخلى الطفل الصغير ما سمحلوش ان هو يتجند، بالعكس بعته ان هو يطمن بعد كده على اولاده. والنص بيقول وداود هو ابن ذلك الرجل الافراطي من بيت لحم يهوذا الذي اسمه يسى وله 8 بنين. وكان الرجل في أيام شاول قد شخ وكبر بين الناس، وذهب بنو يسى 3 الكبار، أخذوا الكبار بس يلتحقوا بالجيش. ما موقف الإسلام
من استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة. إحنا بحاجة إلى أن نحمي هؤلاء الأطفال وإن إحنا ننأى بهم عن هذا الأمر، لأن قواعد الإسلام وأحكامه بتمنع أن يكلف الأطفال بالقتال وهم في سن الطفولة. كيف نحمي الأطفال من هذا النوع من العنف؟ نحميهم بإبعادهم، بأن إحنا نسن من القوانين ما يمنع تجنيد الأطفال أو إشراكهم في العمليات القتالية، إن إحنا نوعي المجتمع بهذه المبادئ الإسلامية. يجب أن ننشر هذه المبادئ الإسلامية وأن نفعلها بالقوانين التي تمنع ذلك، ونعتبر أن إشراك الأطفال في الحروب جريمة من جرائم الحرب. يجب أن نعتبر أن كل أي جماعة أو أي مجموعة تزج بالأطفال في الأعمال القتالية أو في النزاع المسلح أو حتى في أعمال الصقر أو حتى في الإرهاب أو الأفكار المتطرفة، دول يجب أن نعتبر أن ذلك نوع من الإجرام المشدد الذي يستاهل العقاب الشديد. فالعقوبة هي التي تصلح في هذا الأمر، إضافة إلى الوعي الإسلامي وإلى الوعي المجتمعي وإلى الوعي الإنساني بهذه القضايا الخطيرة. إن إحنا نوعي الناس إن هم يحافظوا على أولادهم، إن يحافظوا على الأطفال، إنه يحموهم من إنهم يتعرضوا لهذه الأمور، إن هم يشاركوا في هذه الصراعات المسلحة، عشان ينتجوا جيل من الأطفال ياخد حقه في العيشة، ياخد حقه في حياة فيها سلام، ياخد حقه في إنه يكون شخصية سوية. فالتوعية لكل الكبار مهمة جدا. النهاردة الكبار بيستخدموا الأطفال، الكبار بكرة هيموتوا، هيطلعوا الأطفال اللي بعد كده ناتج متوحش، ناتج فظيع، وفقد طفولته وفقد حياته وفقد شخصيته أيضا اللي يحيا بها في السلام مع آخرين.